معنى آية نساؤكم حرث لكم تسمى سورة البقرة بفسطاط القرآن، فهي أطول سور القرآن الكريم ومن الآيات التي اشتملت عليها سورة البقرة قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ويتساءل كثيرون عن معنى آية نساؤكم حرث لكم، تابعوا معنا. جاء في تفسير الكتاب العزيز للواحدي أن معنى آية نساءكم حرث لكم أي مزرع للولد، ومعنى فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف ما شئتم ومن أي مكان شئتم، شرط أن يكون في صمام واحد وهو القبول. وهذه كانت آية تكذيبا لليهود، فقد قال المسلمون: إنا نأتي النساء باركات وقائمات ومستلقيات ومن بين أيديهم ومن خلفهن بعد أن يكون المأتى واحدا. فقال اليهود: ما أنتم إلا أمثال البهائم، لكنا نأتيهن على هيئة واحدة، وإنا لنجد في التوراة أن كل إتيان يؤتى النساء غير الاستلقاء دنس عند الله. جاءت هذه الآية تكذيبا لليهود في مقولتهم هذه. وقيل في تفسير هذه الآية أيضا أن معنى حرث لكم أي موضع الولد ومنبت الذرية، أي النساء كالأرض التي تزرع، ومعنى فأتوا حرثكم أن شئتم أي بالهيئة التي تشاءون، سواء كن مقبلات أو مدبرات أو مستلقيات. وأن هنا هي حرف استفهام عن الحال أو الكيفية وعن المحل أو المكان، أي فأتوا نساءكم كيفما شئتم، ولكن من القبل لا من الدبر.